السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أهلا وسهلا بالدكتور هاني البنا القامة الكبيرة في مجال العمل الإنساني والعمل المدني، ونشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك، ونورت اسطنبول دكتور. الله يكرمك يا رب. نحن بنعرف حضرتك أنه أنت من القامات الكبيرة اللي قامت على تأسيس وتطوير العمل الخيري والعمل الإنساني بأوروبا وبالعالم بشكل عام، وعلى رأسهم مؤسسة ضخمة إسلاميك ريليف. مؤخرا نحن عم نشهد تراجع لدعم القاعدة الشعبية للعمل الخيري والعمل الإنساني فيما يخص المؤسسات. يعني احنا بنشوف الناس تنجذب فورا لشيء اسمه فريق تطوعي، بتنجذب لمبادرات فردية، مبادرات جماعية، انما لما الناس بتعرف انه في مؤسسة، في جمعية، في منظمة، فهي فورا بتبتعد وبتسحب الثقة وبتقلك انا ما بثق بالمنظمات ولا بالجمعيات الخيرية ولا بالمؤسسات. شو فيك تفيدنا بهالنقطة دكتور؟ وطبعا بالنسبة للسؤال ده، قلة وعي وسوء تصرف من بعض الغلاة الذين يهاجمون العمل الخيري الإنساني، وخاصة العمل الخيري الإسلامي. العمل الخيري الإسلامي الإنساني يهاجمه دول مش أفراد، وتفرض له جرائد ومحطات تلفزيونية، يقفل منابعه من قبل 11 سبتمبر من بعد 11 سبتمبر. فلذلك المسيرة دي مشية بقالها أكثر من 30 سنة، تأثر بها الكثير من أبناء الشعوب، خاصة لما البنوك بدأت تتأثر في ظل الإسلاموفوبيا وفي ظل تضييق حركة المال ما بين البلاد وبعضها بعض، وتضييق البنوك على نقل الأموال إلى أماكن الحاجة، مع ازدياد كثرة الأعداد النازحة واللاجئة في العالم العربي الإسلامي. دي قلة وعي من المواطنين وقلة إدراك. ما فيش مجتمع في العالم سينمو أو ينجح دون أن يكون في مجتمع مدني قوي، والقاسم المشترك الأعظم في المجتمع المدني القوي هي المؤسسات الإنسانية. هي الركيزة الكبرى لهذا العمل، وأرجو من هؤلاء الإخوة والأخوات اللي بيسيئوا للعمل الإنساني يتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فائدة منه إن جاءكم فاصبروا نبيا فتبينوا وانسبوا قوم بجهالة فاصبروا عن اللي فعلتم نادم. هنا بقى أنا مثلا كنت في جلسة من يومين، واحدة من الداخل السوري قالت 60% من المصاريف من المال بيصرف في السكرتيرية. مين اللي قال لك يا ستي؟ واحد شغال في جمعية. الأمر ما بيطلعش بواحد، الأمر ما بيطلعش بمفلان قالت لمفلان، أو بنت خالتي قالت لبنت عمتي، أبدا. طبعا ده كلام فارغ، لكن لما بينتقل من شخص إلى شخص ومن عامل لعامل ومن غير مسؤول لغير مسؤول آخر، نصل لما وصلنا له. يعني لابد أن نذكر أن القضية السورية بقى لها قرابة دخل عام 11. نشوف هذه المؤسسات ماذا فعلت، ماذا أنجزت قبل أن نقول أبيض أو أسود أو سالب أو موجب. لا نستطيع أن نحاسب أحد، حتى الحكومات، قبل أن نسائلها، قبل أن نضع الأسئلة على الطاولة. ماذا أنجزتم في الناحية الاقتصادية، في الناحية السياسية، الحريات إلى آخره. لكن أجي أقول إن هذا الرئيس فاسد من أن أضع معايير ما هي الفساد، ما هو الفساد إلى آخره. فلذلك ده قلة وعي وقلة إدراك من هؤلاء الناس. في القضية البوسنوية كذلك، لم يستطيع أن يقف مع الشعب البوسنوي منذ أكثر من 25 سنة إلا المؤسسات الإنسانية كانت موجودة هناك. وفي القضية الفلسطينية إلى يومنا هذا، القضية اللبنانية ليومنا هذا، القضية اليمنية ليومنا هذا، القضية العراقية ليومنا هذا. نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن ناس تشوه الجميل وتقبح السليم. يعني إيه؟ وما ننظر لمثل هذه الأشياء نجد إن هؤلاء إما مغرضين وإما جهلة، لكن الجهل لازم يشفع لهم
إنهم عليهم أن يتعلموا قبل أن يتحدثوا. أنا بحب أتوجه بس كلمة صغيرة للسيدات، يعني حصرا للسيدات، لأن هن مناط العمل، يعني مناط هذا المجال. فأنت شو بتوجه له للسيدات بشكل عام؟ في عمل إنساني أو عمل مجتمعي من غير وجود سيدات رائدات قائدات فاعلات كف ناقص، أو أسميه لك أنا بقى أعور، أو أعور وأحول، يعني يبقى الواحد لا مفيش عين وعينه بتبص على ظهره وبتبص لقدام. أما الإخوة اللي بيقول لك السيدة مش عارف إيه وإيه، السيدة أمك وزوجتك وبنتك وأختك، هتهينها هتهين نفسك، هتهملها هتهمل نفسك. الأم ما تسلم إذا عددتها عددت شعب سيد العرب. في العمل الإنساني ومؤسسة المجتمع المدني 80% من اللي هم المجتمع اللي بنعمل معاه نساء وسيدات. أنت مالك أنت بقى بالنساء المستفيدة؟ تعطي لنفسك الذريعة أن تخش على أرملة يتيمة لوحدك ليه؟ وأنا عندي نساء عندهم كفاءة عندهم قدرة، مكنهم وعلمهم وأهلهم. لكن أنت ما تخش على أرملة، ما تخشش على طفل يتيم وطفل يتيم، ممنوع ممنوع ممنوع. أنا شخصيا في فقهي المجتمعي اللي أنا بتحدث به أمامكم وأمام الله سبحانه وتعالى أقول أنها من الكبائر الكبرى أن يدخل الرجال على خيام الأرامل والأيتام، أن العين تزني قبل الجسد والعين يتحكم فيها الشيطان. وهذه الأمور مرت بكل الرجال. أنا بحمل الرجل، ده مش دورك، في أدوار كثيرة جدا مش دور الرجال. لذلك الذي يهمش دور المرأة هو أعور أو هي، بالغالب هو ذكر، هو أعور وأحمر. أما أن يأتي شيخ معين مهما كان مرموقا ومهما تحدث عن الناس عن علمه وأفتى بما لا يعلم لأنه لم يدري ماذا يحدث فهو يعتبر آثم. يعني أنا جاء زي ما ذكرت لك الأخت اللي كان بتتكلم بتقول 60% مصرية قدرية، مين اللي قال لك؟ واحد قال لي كلام فارغ. شيخ يطلع يقول فتوى كده وبهدل الدنيا، مين اللي قال لك؟ واحد قال لي كلام فارغ. تبينوا أن تصيبوا قوما بجهل. اقعد مع النساء، عندك رأي في النساء؟ أنا هقول لك حاجة، لما نكون عندنا مخيمات فيها مئات الآلاف ما عندناش نساء أكفاء قدرات على أنهم يخشوا ويقعدوا ويساعدوا ويدربوا، ترجع تقول لي أصلها يكون معها محرم. أنت بقى تحل مشكلة المحرم، أنت كشيخ دي وظيفتك. هل المحرم لازم يكون زوج أو أب أو أخ، أو المحرم ممكن يكون مجموعة من النساء تسافر مع بعضها نوفر لها الأمن والأمان؟ أنت عليك أنك تجتهد مش تقول لا اقعدي في البيت الشيخ الطبيب لابد قبل أن يفتي، ولابد قبل أن الطبيب يكتب العلاج المريض عليه أن هو يشرح له كل أعراض المرض، التشخيص يكون صح. إن لم يشرح الطبيب المرض المريض المرض للشيخ للطبيب هيكون علاج خاطئ وقاتل. كذلك إن أفتى شيخ على غير دراية وما تقوم به النساء من جمعيات، وإحنا عايشين في القرن 21، مع إننا قبل القرن الأول الهجري أول امرأة سانت الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة، كانت بتعمل حاجة اسمها لوبينج، بتعمل حاجة اسمها أدفوكاسي، اسمها سستينابيليتي وسبورت ولا مؤاخذة. خديجة دي كان مين؟ كان بتمشي برسول من بيت لبيت ومن حارة لحارة تساعده ولا لا؟ فبالتالي كان فيه نساء مجتهدات، كان فيه حلقات في المسجد الأموي عندكم في دمشق، كان بيحضر، كان بتقولها اللي هي أم الدرداء الصغرى، كان بيحضرها الخليفة الأموي. أم الدرداء الصغرى دي مش كان فيه اسمه مسجد أموي عندكم؟ لا. كانت إيه؟ كانت راجل؟ لا. فلما نيجي بقى نتبنى فقه يقول لنا لا، عايزين فقه اللي يحدد لنا اللي هو الحلال المباح. ودور انا اقول لك منتصر
الجمعية التي ليس فيها دور المرأة والشباب هي جمعية عوراء ناقصة. لا فيها حول كمان. شكرا. وكل كل الجمعيات. الله يعطيك العافية. عوراء وفيها حول مش حور. حول. تمام. عذاري أن تكوني عوراء وفي عينك حول. إن شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور. سلام. الله يعطيك ألف عافية. إن شاء الله. شكرا جزيلا.